الصور الوفاء والحب. 600 طفلة بعمر الزهور في المدارس الدينية العامة لتربية ديننا. يعطينا الميدالات بشكل متناسق جميل. تعبر عن الفرح المسائي في يوم ميلاد المليون للقائد المنصور بالله صدام حسين حفظه الله ورعاه. تتعانق الافراح على ارض عراقنا العظيم. عراقنا القائد العظيم صدام حسين حفظه الله ورعاه. الوان وصور تجسد الفرح